السلام عليكم. في هذا الفيديو اليوم إن شاء الله راح نشوف مجاميع في المتتاليات. راح نشوف مجموعة من المجاميع كيفاه يتحلوا كل واحد وكيفاه. هي في المبدأ كاع كيف كيف، لكن يختلف لحسب المجموع وش فيه. أوكي، بكي راح نشوفهم بالواحد. عندنا هذا التمرين، المستوي منسوب إلى ما لا متعامد متجانس. نعتبر المستوي أن معرفة بـ إي زيرو هي ناقص واحد، وإي أن زائد واحد هي اثنين، ثلاثة إي أن ناقص واحد. الجزء الأول أرسم ممثل الحدود، مش راح نحلو هذايا، رسم ممثل الحدود. الجزء الثاني برهن بالتراجع، والو ثاني خطرش الهدف من هذا الفيديو مش رسم الحدود ولا برهن بالتراجع. نروحو ديريكت للجزء تاع المجاميع. اوكي، وكاين عفسه ثاني حبيت نزيدها مع المجاميع، هي هذه. نعتبر المتتاليه في ان معرفه من اجل كل عدد طبيعي ان بي في ان يساوي في ان ناقص الفا ا زائد الفا، حيث الفا عدد حقيقي غير معدوم. عين قيمه الفا حتى تكون في ان متتاليه هندسيه. هذه منهجية تحل. كتبوا رقم واحد بعد الجزء الثالث، أكيد رقم واحد تعيين قيمة الفا. دركي راح نحلو في أن متتالية هندسية. علاه درت بين قوسين؟ لانه راني نحكي على المتتاليه. كي نقول لكم شنو الفرق بين في ان كيما هاك وفي ان كيما هاك، في ان هذه معناها الحد العام، هذه معناها نقولوا متتالي. انا كي نقولوا كلمه في ان متتاليه لازم نديروا في ان بين قوسين، اذا كنا نهضروا على الحد العام ما نديروش بين قوسين. اوكي، قلنا في ان متتاليه هندسيه. واش معناها في ان متتاليه هندسيه؟ معناها أنو في أن زائد واحد يساوي كي ضرب في أن. هذا الكي هو أساس المتتالية هذه الهندسية. أوكي، دركي نروحو نكتبو في أن زائد واحد واش راها تساوي. لازم نخرجوها من هذا الشكل، مفهومة؟ في أن زائد واحد واش راها تساوي هي في أن زائد واحد زائد ألف. أوكي، إي أن زائد واحد وراها ها هي وين؟ هي اثنان على ثلاثة ضرب إي أن ناقص واحد، هذه زائد ألف. أوكي، حنا قلنا لازم نخرجوها من الشكل كي مضروبة في في أن، معناها لازم الفي أن تبان هنايا. الفي أن واش هي؟ هي إي أن زائد ألفا. الإي أن هنا مضروب فيها والو، ياك؟ معناها لازم الإي أن هنا ما يكون مضروب فيها والو. راح نجبدو اثنين على ثلاثة عامل مشترك. الإي أن زائد ألفا على اثنين على ثلاثة، معناها مضروبة في ثلاثة على اثنين ناقص ثلاثة على اثنين. أوكي، نكملو. واش رانا خرجنا؟ خرجنا أنو في أن زائد واحد تساوي اثنين على ثلاثة ضرب إي أن زايد ثلاثة على اثنين ألفا ناقص ثلاثة على اثنين. نكملو، قلنا لازم أنو تخرج لنا في أن زائد واحد تساوي كي ضرب في أن. في أن وش هي؟ هي إي أن زايد ألفا. بركي راها فيها شوية تشابه. واش معناها؟ أنو الإي أن هي الإي أن ها هي وين؟ زائد هي الزائد، معناها هذه كاملة لازم تساوي ألفا. أوكي، باش تخرج لنا أنو كي مضروبة في الإي أن لازم تخرج هاك نورمال، مو باش معناها نقولو لا في أن راها متتالية هندسية. لازم تخرج لنا أنو في أن زائد واحد تساوي كي في في أن. الكي هي هذه، الفي أن لازم تساوي هذه. اش معنى هاد الفي ان لازم تساوي هذه؟ قلنا الفي ان هي الفي ان والزائد هي الزائد، معناها لازم هذه كاملة هي الفا. لازم نحط ثلاثة على اثنين الفا ناقص ثلاثة على اثنين
خمسة يساوي ألفا، نخرج قيمة ألفا دركي، نضرب الطرفين كامل في اثنين، معناها واش ترجع ثلاثة ألفا ناقص ثلاثة تساوي اثنين ألفا، ومنه ألفا واش تساوي، ندو اثنين ألفا منه ونجيبو ثلاثة منه، تخرج ألفا تساوي ثلاثة. أوكي، واش معناها من يقول لك في أن متتالية هندسية لازم ديريكت تجي في بالنا تعريف تاع متتالية هندسية، واش هو في أن زائد واحد تساوي كي في الفي أن. كان يقول متتالية حسابية لازم يجي في بالنا أنه V1 زائد 1 تساوي V1 زائد R، هاد عارفين بدون تعريفات متتالية هندسية ومتتالية حسابية. أوكي، لقينا قيمة ألفا خلاص، قال يطلب تعيين أساسها وحدها الأول، أساس لقيناه زوج على ثلاثة، الحد الأول V0 كيف نحسبوه؟ نحسبوه من V1، علاه؟ لأنه عدنا وراه في ان تساوي اي ان زائد الفا اللي هي ثلاثة، اش معناها؟ في زيرو هي اي زيرو زائد ثلاثة، اي زيرو ناقص واحد زائد ثلاثة زوج. اوكي، معناها في زيرو راها زوج. نكتب عبارة الحد العام، أو قال عبر عن في ان بدلالة ان، علاه قال في ان ماهيش في ان بين قوسين؟ لأنه يحكي على الحد العام هنا. عبارة الحد العام تاع متتالية هندسية قانون وطبق، ذاك هو في زيرو الكي اس ان ناقص صفر، في زيرو هو زوج، الكي هي اثنين على ثلاثة اس ان، هذا الحد العام تاع في زيرو. ثم استنتج عبارة في ان بدلالة ان، هنا واش عندنا؟ عندنا انه الفي ان تساوي في ان، هنا راه رانا نروح للسؤال الزوج، قال لك نضع الفا تساوي ثلاثة، اش معناها؟ نكتبو اولا قبل ما نجاوب عنها الحد العام، نكتب ها قش ما عندنا وجه اثنين الف عبارة في ان بدلالة ان، نكتبو وش هي؟ اوكي، دركي عبارة في ان بدلالة ان، واش عندنا؟ نقولو لدينا في ان تساوي اي ان زائد ثلاثة، هاو قال نضع الفا تساوي ثلاثة. اوكي، مادام قال هو الفا تساوي ثلاثة، معناها راها متتالية هندسية، علاه؟ لأنه قبيل كي قالنا معناها نعينو قيمة ألفا باش تكون متتالية هندسية، لقيناها ثلاثة، أنا كي قال بلي ألفا راها ثلاثة، معناها راها مزالت متتالية هندسية ما تبدلتش الـ VN. أوكي، أوكي، واش راه نحوسو؟ نحوسو لعبارة VN، هي VN ناقص ثلاثة، وهي نعوض عبارة الحد العام تاع الـ VN، اثنين في اثنين على ثلاثة أس أن ناقص ثلاثة، هذي عبارة الحد العام تاع VN. احسب ليميت في ان، نحسبوها نلقاها ناقص ثلاثة، ماذا نستنتج؟ متقاربة وكبرت، معناها قانون وخلاص، مش ما فيهاش خدمة، ولا نروحو ديريكت للمجاميع. انا حبيت ندير هذه الفكرة تاع الفا برك. المجاميع دركي نبداو بهم بالواحد، مجموع الاول اس ان شرا تساوي هي في زيرو زائد في ان زائد في ان، هذا يا الفي هو مجموع ان حد من متتالية هندسية، علاه؟ لانه الفي متتالية هندسية، الفي ان متتالية هندسية، واش معناها؟ نطبقو قانون المجموع متتالية هندسية، واش يقول؟ يقول الحد الاول في الاساس اس عدد الحدود، عدد الحدود كيفاش نلقاوه؟ ان زائد واحد يعود عدد الحدود، كيفاش نلقاو؟ هو دليل الحد الاخر ناقص دليل الحد الاول زائد واحد، دليل الحد الاخر منه ان ناقص دليل الحد الاول هو صفر زائد الواحد تاع القانون، معناها تخرج ان زائد واحد. اوكي، ناقص واحد على كي ناقص واحد، هذا القانون. نعوض بها في القيم، في زيرو عندي زوج، للكي هي زوج على ثلاثة ان زائد واحد ناقص واحد، الكي هي قلنا زوج على ثلاثة ناقص واحد،
بعد حساب عادي، حساب على حاسبة، نحسبوا هذه زوج على ثلاثة ناقص واحد وشحال، نقلبوها لفوق وقبعت. هي المهمة وشني في المجاميع أني نقول لعكسك خش نديروا مجموع. دركي هاي متتالية هندسية، أنا عارفين القانون تاعها هاي سهلة مي، وكان جا دركي نشوفوا حوايج واحدة أخرى ماهيش قانون باين، مش متتالية هندسية نطبقوا القانون ونعقبوا. أوكي هذه كلا لازم العفسة نعرفوها وشي. نشوفوا تساويش تي أن واش يساوي زوج على ثلاثة ضرب زر زائد زوج على ثلاثة مربع صفر في زر في أن زائد زوج على ثلاثة مكعب ضرب في دو زائد زوج على ثلاثة أن زائد واحد في في زيرو في زوج في في أن. هذايا المجموع اللي راح نحسبوك وراح نحسبوه. انا نتبع طريقه دائما، معناها دائما تخرج مضمونه ما فيهاش حفاظه ولا منها تبدع على حسب التمرين. واش هي؟ ان نروح نكتب الحدود اللي مدها منا كيما في ان هنا وفي دو وفي ان، نروح نكتبهم بدلاله الحد الاول اللي هو في زيرو كاملين نكتبهم. واش معناها؟ دركي نروح نكتب في ان، في ان واش هي اصلا عبارة الحد العام واش هي؟ قولي هي في ان تساوي في زيرو في اثنين على ثلاثة اس ان. معناها الفي ان واش هي؟ هي في زيرو اثنين على ثلاثة اس واحد. الفي دو واش هي؟ هي في زيرو اثنين على ثلاثة اس اثنين. اوكي والفي ان هي عندنا في زيرو في اثنين ثلاثة اس ان. دركي نروحو نعوضو بهم في المجموع. هذه اثنين ثلاثة في زيرو ما تمسش تقعد نراها اثنين على ثلاثة مربع. الفي ان واش قلنا هي؟ هي في زيرو في اثنين على ثلاثة اس واحد زائد اثنين على ثلاثة مكعب. الفي دو واش قلنا هي؟ اللي هي في زيرو اثنين على ثلاثة مربع ياك زائد زائد نقاط زائد اثنين على ثلاثة اس ان زائد واحد. والفي ان قلنا هي؟ اللي هي في زيرو اثنين على ثلاثة اس ان ياك. دركي راح يبان لنا عامل مشترك نجبدوه. واش هو؟ هو اثنين على ثلاثة في في زيرو، نجبدوها كاملة عامل مشترك. هنا واش يبقى؟ واحد زائد هنا كي ناخذ اثنين على ثلاثة في زيرو تبقى اثنين على ثلاثة مربع، زائد هنايا كي ناخذ في زيرو في اثنين على ثلاثة ما تبقى اثنين على ثلاثة مكعب في اثنين على ثلاثة اللي هي اثنين على ثلاثة أس ربعة، زائد كي ناخذ هنايا الحد التالي قاعدين في زيرو اثنين على ثلاثة هذا الواحد يروح، أنا تقعد اثنين على ثلاثة أس ان في اثنين على ثلاثة أس ان. ياك مفهومة هذا تاع الواحد أنه الواحد يطير هنا. علاه؟ لأنه اثنين على ثلاثة أس أن زائد واحد وش هي؟ هي اثنين على ثلاثة أس أن اثنين على ثلاثة أس واحد يعني. أوكي دركا كي نجبدو اثنين على ثلاثة أس واحد تبقى اثنين على ثلاثة أس أن مضروبة في اثنين على ثلاثة أس أن الأخرى هذيا، أنا واش تبقى اثنين على ثلاثة أس اثنين أن. اوكي دركي الداخل لازم نخدم واحد الخدمه. واش هي؟ هنا لازم الملاحظه تكون كاينه. اوكي واش هي هذه الملاحظه؟ انه كي نشوفوا هنايا واحد من بعد اثنين على ثلاثة اس اثنين وبعد اثنين على ثلاثة اس ربعة زائد زائد اثنين على ثلاثة اس اثنين ان، شنو الحاجه اللي لازم نلاحظوها؟ لازم نلاحظوا انه نروح نشوفوا الحد الاخير اثنين على ثلاثة اس اثنين ان، لازم نعرفوا ان اثنين على ثلاثة اس اثنين ان هي نفسها اثنين على ثلاثة مربع الكل اس ان. اوكي لازم نعرفوا ان اثنين على ثلاثة
أس ربعة هي 2 على 3 مربع أس 2. أوكي مفهوم. هذه الملاحظة لازم تجذبنا يعني باش نعرفون نحلو. درقي نكملو. الواحد واش هو؟ هو قوة صفر. من هو 2 على 3 قوة صفر ياك هي واحد. نقدروا نديروا هنا ثاني مربع، معناها 2 على 3 مربع أس صفر هي واحد، ما تبدلتش. دوك تعرفوا على درتها مربع ثم هنايا 2 على 3 مربع واش هي؟ 2 على 3 مربع الكل أس واحد نفسها، زائد 2 على 3 أس ربعة واش قلنا هي؟ قلنا هي مربع مربع، معناها أس 2 أس 2. اوكي زائد 2 على 3 أس 2 الكل أس أن. أوكي مفهومة. تركينا واش راه تبان؟ وكأنه هذا المجموع هذا اللي راه داخل القوس هو مجموع تاع حدود متتالية هندسية. أساسها واش هو؟ هو هذا اللي داخل 2 على 3 مربع. كيف عرفناها؟ درك كان نشدو هذا الحد ونقسموه على هذا يخرج لنا هو الاساس. اوكي انا باه نعرفوهم اسكو متتاليه هندسيه ولا حسابيه. اذا كانت هندسيه انو نقسمو هذا على هذا ونقسمو هذا على هذا تخرج لنا نفس النتيجه اللي هو الاساس. اوكي اذا كانت حسابيه معناها نديرو الطرح، انا نطرحو واحد من واحد مفهومه. دوك هنا هذه هي تعود متتاليه هندسيه، اساسها هو 2 على 3 الكل مربع. واش معناها؟ نكملو. هذه تبقى 2 على 3 زائد 0 الداخل اللي قلنا هي مجموع ان حد لمتتاليه هندسيه، اساسها 2 على 3 مربع اللي هي 4 على 9. حدها الاول هو واحد. اوكي القانون تاع مجموع متتاليه هندسيه واش هو؟ يقول حق الحد الاول هو واحد ضرب الاساس اللي هو 4 على 9 اس عدد الحدود هو ان دليل الحد الاخير ناقص دليل الحد الاول زائد واحد اللي هي ان زائد واحد. اوكي ناقص واحد على 4 على 9 ناقص واحد. من بعد حسابات على حاسب نعوض الفي زيرو بما يساويها بالزوج ونحسب هذا المقام ونطلعه لفوق وقبعت. اوكي نروحوا للثالث. الثالث هذا ماهوش مجموع، هذا جداء. هذا جداء جداء ان حد متتاليه هندسيه. دركي هو كاين قانون بصح ما كان له نحفظه، معناها نقدروا نخرجوها بلا ما نحفظوا القانون. كفاه كيما قلت رانا ديجا كاتبين في واحد وش يساوي وفي اثنين وش يساوي كيما درت قبل، ما كان له نعاودها. معناها اول خطوه في المجموع معناها كي ما يكونش متتاليه هندسيه ولا حسابيه معناها ما نعرفوش القانون تاعو، الحدود نروحو نعوضوهم. الفي زيرو هي الفي زيرو، الفي واحد قلنا هي في زيرو 2 على 3، الفي 2 هي في زيرو 2 على 3 مربع درناها قبل كان لها نعاودها. في في ان هي في زيرو 2 على 3 اس ان. بركي في زيرو في في زيرو في في زيرو نجدوهم مع بعضهم. في زيرو في في زيرو ها ضرب في في زيرو في في زيرو شحال مرة؟ ان مرة. اوكي ضرب 2 على 3 ضرب 2 على 3 مربع ضرب 2 على 3 اس ان. اوكي دوكي في زيرو في في زيرو هذه ان مرة واش راح تساوي؟ ندير مثال بسيط، عندنا 3 في 3 واش هي؟ هي 3 مربع ياك. 3 في 3 في 3 واش هي؟ هي 3 اس 3. 3 في 3 في 3 في 3 واش هي؟ هي 3 اس 4. واش معناها؟ هي هذا كي عندنا عدد في عدد في عدد في عدد نشدو هذاك العدد، هذا معناه نفس العدد نفسه. وفي القوة واش نديرو؟ نديرو عدد الحدود اللي كاينين. هنا كاين 4 1 2 3 4 ها تعود 3 اس 4 1 2 3 تعود 3 اس 3
ثلاثة في ثلاثة، زوج مرات معناها ثلاثة أس اثنين، مفهومة؟ وش معناها دوك كي عاد عندنا في زيرو في زيرو؟ ان مرة، ان مرة وش معناها؟ مش معناها عدد الحدود ان، عدد الحدود تحسب كما موالفين عادي، معناها دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زايد واحد. هنا دوك الحد الأخير ويناه؟ هو الفي ان، نرجعو هنا الفي ان، الحد الأول ويناه؟ في زيرو. وش معناها وش ترجع؟ في زيرو أس، قلنا دليل الحد الأخير ان ناقص دليل الحد الأول معناها ناقص صفر زائد واحد، من تعود في زيرو أس ان زائد واحد. أوكي، نكملو مع الجهة الأخرى، هي زوج على ثلاثة أس. دركي عندنا قانون تاع أ أس أ أس إكس في أ أس إيكغراك، وش هي؟ هي أ أس إكس زائد إيكغراك، عارفينها خواص القوى. وش معناها هذه؟ زوج على ثلاثة هذه معناها أس واحد، زوج على ثلاثة أس واحد، زوج على ثلاثة أس اثنين إلى آخره، معناها نجمعو الأسس مادام راها الأساس نفسه، معناها هذا اللي في القوس نفسه، نقدرو نجمعو القوى. من تعود واحد زائد اثنين زائد 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 ان. أوكي، نكملو في زيرو أس ان زائد واحد اثنين على ثلاثة. بركي هذا اللي فوق راه مجموع تعمل تاع متتالية حسابية، كفا عرفناها. ها نشوف هنا واش تكون، واحد زائد ثلاثة زائد زائد، فعرفناها متتالية حسابية. شدينا اثنين ناقص واحد واش تساوي؟ واحد. ثلاثة ناقص اثنين واش تساوي؟ تساوي واحد، معناها متتالية حسابية. شدينا حدين نقصناهم بعضهم وحدين نقصناهم من بعضهم، خرجنا نفس العدد، معناها نفس هذاك راه هو الأساس، ذاك العدد اللي يخرج. أوكي، واش معناها؟ معناها هذا متتالية حسابية أساسها واحد. المجموع تاعك فيكون متتالية حسابية. نعاود نذكرو بالقانون تاعو، هو عدد الحدود. عدد الحدود هنا واش حال؟ حبينا نديرو هو في مثلا، مش عارف نقول نسموه كاش اسم دبليو في مثلا، هذي راها دبليو في واحد زائد زائد دبليو في ان، معناها دليل الحد الاول هو واحد في هاد الحالة. واش معناها؟ عدد الحدود واش يكون؟ يكون هو ان ناقص واحد زائد واحد، هذا عدد الحدود. قانون تاع متتالية حسابية واش يقول؟ يقول عدد الحدود على اثنين ضرب الحد الاول هو واحد زائد الحد الاخير هو ان. واش معناها؟ واش تخرج؟ ان على اثنين ضرب ان زائد واحد. اوكي، واش معناها هذا المجموع؟ واش هو؟ هو ان ضرب ان زائد واحد على اثنين. اوكي، هذا يا المجموع تاع متتالية حسابية، هذه اللي راها الفوق اللي في اللعب في الأس، وقضات هذا هو المجموع. الفي زيرو نعوضها بقيمتها وخلاص، مفهومة؟ نروحو للمجموع الرابع اللي هو كأن تساوي في زيرو مربع زائد في واحد مربع زائد في أن مربع. نفس الخطوة، ما نبدلهاش كاع، أنو نكتب الحدود نعوضهم ما يساوي، من بدلالة الفي زيرو أكيد كما درت المرة الأولى. هنا في زيرو مربع زائد الفي أن واش هو؟ هو في زيرو في اثنين على ثلاثة، هذه مربع، زائد الفي اثنين معليش نكتبوه ثاني باه تبان، هو في زيرو في اثنين على ثلاثة هذه مربع، زائد زائد في زيرو اثنين على ثلاثة أس أن كاملة مربع. أوف، نبسطو هذيا. زائد ياك ال اسمه ال القوة تنشر على الضرب عادي، اثنين على ثلاثة مربع مربع، منها أس ربعة رجعت، زائد في زيرو مربع في اثنين على ثلاثة أس أن أس اثنين، منها أس اثنين أن، لكي تعود عندنا هاك أ أس إكس أس إكراك، هي نفس أ أس إكس في إكراك، عارفين؟ نكملو، دركي بان لنا عامل مشترك كيما قبل، وين هذا العامل المشترك؟ هو الفي زيرو مربع، ش يبقى؟ تبقى واحد زائد اثنين على ثلاثة مربع زائد اثنين على ثلاثة أس ربعة زائد
من ثلاثة وسنين أنا. ترجع للحالة الأولى هذه اللي على الداخل، تاع أنه 2 على 3 أس، 2 أس 0 نفسها 1 ما تبدلتش، زائد 2 على 3 مربع أس 1، زائد 2 على 3 مربع أس 2، زائد 2 على 3 مربع أس أن. كيف يزير المربع للداخل؟ قلنا هي متتالية هندسية، أساسها 2 على 3 الكل مربع، حدها الأول 1، عدد الحدود هو أن زائد 1، على دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زائد 1. قلنا اسمع، الحد الأول هو 1، أنا ما يتكتبش عادي. الأساس هو 2 على 3 الكل مربع، من هو 4 على 9 أس عدد الحدود أن زائد 1 ناقص 1 على 4 على 9 ناقص 1. تبقى حساب، نعوض الفي زيرو بالاثنين ونحسبو عاد حسابات، مش مكانش مشكل فيها نظن. نروحو للخامس، إي أن وش راح تساوي؟ جذر في زيرو زائد جذر في أن زائد جذر في أن. طريقة اللي ما نبدلهاش، نعوض الحدود ما يساوي جذر في زيرو زائد جذر في أن، وش هو في زيرو في 2 على 3 زائد جذر هو في زيرو ضرب 2 على 3 مربع، زائد الحد الآخر هو في زيرو 2 على 3 أس أن. نديرو عملية تبسيط، زائد جذر كي يعد معناها تحت وجداء نورمال تقسم، معناها جذر في زيرو في جذر 2 على 3 زائد جذر في زيرو في جذر 2 على 3 2 على 3 مربع، والله شكون تربع يخرج برا نورمال في الجذور عادي. هيك عندنا خاصية تاع الجذور واش تقول؟ تقول انه جذر ا أس ان هي جذر ا كل أس ان عادي، من هالقوة تخرج لبرا نورمال، لكن مع بقاء القيمة المطلقة مع الا لا، لانه تحت الجذر ما لازمش يكون سالب. في هذه الحالة عندنا احنا تحت الجذر 2 على 3 معها نورمال، بلا قيمة مطلقة عادي. زائد كل أس أن دوك كاين عامل مشترك، واش هو؟ هو جذر في زيرو، راهو يبان ها هنا هنا، مش عامل مشترك، إيه عامل مشترك كاين مانيش قالط، عامل مشترك من جبدوه جذر في زيرو، شي يبقى هنا تبقى 1 زائد هنايا 2 على 3 زائد جذر 2 على 3 مربع، زائد في الأخير جذر 2 على 3 أس أن. أوكي، جذر في زيرو هذا الواحد واش نقدروا نكتبوها؟ نقدروا نكتبوها جذر 2 على 3 أس 0 زائد جذر 2 على 3 أس 1 زائد جذر 2 على 3 أس أن. هذه اللي داخل درك راهي مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية، حدها الأول 1 وأساسها جذر 2 على 3. اوكي نطبقوا القانون، انا واش تساوي هذه جذر في زيرو ضرب الحد الاول 1 ضرب الاساس هو جذر 2 على 3 جذر 2 على 3 اس عدد الحدود ان زائد 1 ناقص 1 لا جذر 2 على 3 ناقص 1. بقات حسابات عادية. نروحوا للمجموع السادس الآن، هو 1 على V0 زائد 1 على V1 زائد 1 على V1. الخطوة الأولى قلنا نعوضوا الحدود ما يساوي 1 على V0 نفسها 1 على V1، وش هي V0؟ 2 على 3 زائد الحد الثاني
مش تحد يعني اثنين في اثنين قصد، واحد على في زر، اثنين على ثلاثة أس اثنين زائد واحد على في زر، اثنين على ثلاثة أس ان. انبسطوا تقريبا إذا لاحظتوا معناها قاع في هذه المجامع اللي درتهم. أول حاجة نكتب وش هو المجموع، ومن بعد نعوض الحدود كل واحد بما يساويه، ومن بعد ندير خطوة تاع التبسيط، ومن بعد تحل المجموع خلاص. دوكي أنا في خطوة التبسيط، واحد على في زيرو ضرب واحد على اثنين على ثلاثة، واحد على اثنين على ثلاثة هي نفسها ثلاثة على اثنين، بالآلة الحاسبة تخرج لكم نفسها، هي ثلاثة على اثنين زائد واحد على في زيرو ضرب اثنين على ثلاثة مربع، واحد على اثنين على ثلاثة مربع هي نفسها ثلاثة على اثنين مربع زائد واحد على في زيرو ضرب ثلاثة على اثنين أس ان. دوكي يبان عامل مشترك هنا، الخطوة هذه تاع العامل المشترك نجبدو هنا، هو واحد على في زيرو قال داخل واحد زائد ثلاثة على زوج، ثلاثة على زوج مربع ثلاثة على زوج أس ان. هاد الواحد راه هي نفسها ياك ثلاثة على زوج أس زيرو، ثلاثة على زوج هي نفس ثلاثة على زوج أس واحد. ممكن نلاحظوا ملاحظة أنه هذا للداخل ومجموعة متتالية هندسية، وأن هذا متتالية هندسية حدها الأول هو الواحد اللي هو ثلاثة على اثنين أس صفر اللي هو الواحد، أساسها ثلاثة على اثنين. نطبقوا قانون عادي، يعني شو تسوي واحد على في زيرو نفس القوس الحد الأول واحد في الأساس ثلاثة على اثنين أس عدد الحدود هو أن زائد واحد، كما كنا دليل الحد الأخير ناقص دليل الحد الأول زائد واحد ناقص واحد، هذه ثلاثة على اثنين ناقص واحد. بعد حسابات مفهومة ما نروحوش دركي للسابع، كاين مجموعة واحدة أخرى نديرو قبل هو تاع لوغاريتم. مثلا عندنا واش نديرو اسم مثلا زاد ان، واش هو؟ هو لوغاريتم في زيرو زائد لوغاريتم في واحد زائد لوغاريتم في ان. كيما قبل نكتبو الحدود أول خطوة نعوضو الحدود ما يساوي لوغاريتم في ان هي في زيرو اثنين على ثلاثة زائد لوغاريتم حد الفي اثنين وش هي؟ هي في زيرو اثنين على ثلاثة مربع زائد لوغاريتم حد الأخير في ان في زيرو اثنين على ثلاثة أس ان. تبسيط برك لوغاريتم في زيرو زائد خاصية تاع لوغاريتم، لوغاريتم أ بي وش هي؟ هي لوغاريتم أ زائد لوغاريتم بي، عارفينها. واش معناها نقدروا نفرقوا هذيك اللوغاريتم؟ واش معناها هذه؟ واش هي لوغاريتم في زيرو زائد لوغاريتم اثنين على ثلاثة زائد لوغاريتم في زيرو زائد لوغاريتم اثنين على ثلاثة مربع زائد لوغاريتم في زيرو زائد لوغاريتم اثنين على ثلاثة أس ان. أوكي دوك الوقت الملاحظة، لوغاريتم في زيرو زائد لوغاريتم في زيرو نكتبهم قاع نساني بعضها زائد لوغاريتم في زيرو ان مرة اوكي زائد لوغاريتم اثنين على ثلاثة زائد لوغاريتم اثنين على ثلاثة مربع زائد لوغاريتم اثنين على ثلاثة أس ان. اوكي دوك لوغاريتم في زيرو زائد لوغاريتم زائد زائد ان مرة واش معناها؟ ندير مثال باه تفهموها كيما قبل، انه ثلاثة زائد ثلاثة واش هي؟ هي ثلاثة ضرب اثنين، ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة هي ثلاثة ضرب ثلاثة. علاه؟ معناها هذا العدد كيعود نفسه، معناها ثلاثة زائد ثلاثة هذا العدد الثابت واش معناها؟ في المجموع تاعو هو نفسه نضربوه في عدد الحدود. مثلا عندنا أ زائد أ زائد أ زائد أ ربع مرات، واش نديرو؟ وهي الأ مضروبة في عدد الحدود، شحال كاين؟ واحد، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، منها ربعة أ.
مفهوم. دوك حنا عندنا لوغاريتم في زيرو ان مره، شت معناها ان مره؟ واش معناها؟ عدد الحدود. واش هو عدد الحدود؟ كيما قبل، قبل شحال كان عندنا حد في معناها المتتاليه في الاول، شحال عندنا حد؟ ان ناقص صفر زائد واحد، معناها ان زائد واحد. عندنا ان زائد واحد حد، معناها لوغاريتم في زيرو راها معناها شحال كاين لوغاريتم في زيرو؟ كاين ان زائد واحد من لوغاريتم في زيرو. واش معنى هذه الهضره؟ معناها ان ان زائد واحد مضروبه في لوغاريتم في زيرو. هذه تقدروا تحفظوها، تاع انه عدد زائد عدد زائد عدد ان مره، يكون عندنا عدد الحدود مثلا ان زائد واحد. واش معناها؟ هذا المجموع تاع هذه الاعداد اللي يكونوا كيف كيف هو عددهم، يعني عدد الحدود في هذاك العدد ثابت، يعني بهذا الشكل ان زائد واحد في لوغاريتم في زيرو. زائد نخدمو هذه تاع اللوغاريتم برك. درك هنا عندنا طريقتين نقدروا نخدمو به، انه نطبقوا هذيك الخاصيه اللي قبل اللي قلناها، انه تاع 2 على من هذا الضرب تاع لوغاريتم ا زائد لوغاريتم بي هي لوغاريتم ا في البي، ولا الخاصيه الاخرى اللي هي هذه تاع نهبطوا الاس زائد 2 لوغاريتم 2 على 3 زائد زائد ان لوغاريتم. هذا عارفين انه الاس يهبط في اللوغاريتم. هذه واش راها تكافئ؟ ان زائد واحد مضروبه في لوغاريتم زي زائد زائد نجبدو لوغاريتم 2 على 3 عامل مشترك. هذه راها عامل مشترك هنا وهنا وهنا، اش يبقى؟ هنا كي نحو لوغاريتم 3 اش يبقى؟ واحد، وهنا 2 حد الاخر تبقى ان. مفهوم؟ واش تولي هنايا؟ ان زائد واحد في لوغاريتم في زيرو زائد برك. هذا واش قلنا عليه؟ قلنا انه مجموع متتاليه حسابيه، واحد زائد اثنين زائد ان، واش يساوي؟ تقدروا تحفظوه نورمال. هذا واش هو؟ هو ان ضرب ان زائد واحد على اثنين في هذه اللي بقات لوغاريتم اثنين على ثلاثة. هذا هو المجموع. نروحوا للمجموع السابع. واش راه يقول؟ بي ان واش تساوي؟ هي اي زيرو زائد اي واحد زائد اي ان. هنا الخطوه الاولى قلنا نكتبوا الحدود، واش يساوي؟ اي واحد واش تساوي؟ اي واحد ولا الاي زيرو ها هنا نخلوه، ولا الاي زيرو ثاني نبدلوه. واش عندنا احنا الحد العام تاع الاي ان واش هو؟ منا نجبدوه انه هو في ان ناقص 3، خاطرش الالفا هي 3. اوكي، من هل الاي زيرو واش هي؟ في زيرو ناقص 3. في واحد واش هي؟ في واحد ناقص 3. في اثنان هي في اثنان ناقص 3. مفهومة؟ نرجعو نعوضوها الفوق، الاي زيرو نعوضوها بالفي زيرو ناقص 3، في واحد هي في واحد ناقص 3، زائد الاي ان هي في ان ناقص 3. مفهومة؟ بركي اسهالك الخدمة. في زيرو زائد في واحد زائد زائد في ان ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص، نقدر نجبدو هذا الناقص عامل مشترك، يعني ترجع بالزائد. هذه ان مرة نفس العفسة اللي قبل. بركي في زيرو زائد في واحد زائد في ان حسبناه من قبل، اللي هو واش هو؟ هو هذا اس ان، هو في زيرو زائد في واحد حتى البي ان، معناها هذا يا هو اس ان. هذه واش راه تساوي؟ اس ان ناقص ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة ان مرة. بس قلنا نديرو العدد هذاك ونضربوه في عدد الحدود، عدد الحدود هنا شحال؟ هو ان زائد واحد، من هذه راها اس ان ناقص ثلاثة في ان زائد واحد. اس ان معوضه بقيمته اللي لقيناها قبل، مفهومة؟ نروحوا اللي بعده الثامن. كي ان واش تساوي؟ اي زيرو مربع زائد اي ان مربع زائد اي ان مربع. اي زيرو واش قلنا؟ كيما قبل ما تبدلش اللقطه الاولى كاع. اي زيرو واش هي؟ هي الفي زيرو ناقص 3 كل مربع، زائد في الاي ان هي الفي ان ناقص 3 كل مربع، زائد الاي ان مربع واش هي؟ هي الفي ان ناقص 3 كل مربع. ننشروا درك المشطه بغا شهيره.
أ ناقص ب مربع، ديك هي الأ مربع زائد الـ ب مربع ناقص ضعف الأول في الثاني، معناها ناقص ستة في زيرو. هذه كيف كيف، هي ب أ مربع زائد تسعة ناقص ستة ب أ زائد ب أ مربع زائد تسعة ناقص ستة ب أ. وكيل هذوك المربعات نكسبهم مع بعضها، معناها ب زيرو مربع زائد ب واحد مربع زائد زائد ب أ مربع زائد تسعة زائد تسعة تسعة، هذه أ مرة ناقص ستة ب زيرو ناقص ستة ب أ حتى ناقص ستة ب أ. أوكي، هذه ب زيرو مربع زائد ب أ مربع، وش هي حتى ب أ مربع حسبناه قبل، هو الكا أن، أنا نقدر نبدلوه بكا أن هذاي زائد هذا التسعة، تسعة أن مرة، واش قلنا قبل أن نخلو العدد كما هو نضربوه في عدد الحلول معناها أن زائد واحد ناقص ناقص ستة في زيرو ناقص ستة في أن، نقدر نجيب ناقص ستة ذاك، وش يبقى في زيرو زائد في أن زائد زائد في أن، هذه في زيرو زائد في أن زائد هي واش قلنا هي أس أن، من هذه نقدر نحوها ونديرو في بلاصتها أس أن، نعوضو أس أن بقيمتها كا أن بقيمتها يخرج لنا كي أن وشحال، مفهومة؟ نروحو للتاسع، نضم آخر واحد سي أن، واش راه يساوي هو في زيرو على في زيرو، في أن على في أن زائد في أن على في أن. ما نبدلو والو، دركي اللي راح نكتبوها واش هي الايات برك، معناها حدود تاع اي هم اللي راح نبدلوهم، اي زيرو واش هي معناها بدلالة البي، اي زيرو واش هي هي البي زيرو ناقص 3 على بي زيرو، الاي ان هي البي ان ناقص 3 على بي ان زائد البي ان هي البي ان ناقص 3 على بي ان. دركي نفرقوا هاد الكسور اسمها الخطوة تاع التبسيط، في زيرو على في زيرو واحد ناقص ثلاثة على في زيرو، عارفين هذي تاع انو نفرقو الكسر، كيف فرقناه انو في زيرو ناقص ثلاثة على في زيرو شنو تساوي، هي في زيرو على في زيرو ناقص ثلاثة على في زيرو، عارفين في زيرو على في زيرو هي اللي درناها واحد، اوكي زائد واحد ناقص ثلاثة على في ان زائد واحد ناقص ثلاثة على في ان، دركي الواحد زائد الواحد زائد الواحد ان مرة ناقص ثلاثة على في زيرو ناقص ثلاثة على في ان ناقص ثلاثة على في ان، دركي هذا ناقص ثلاثة نقدروا نجبدوها عامل مشترك، هذا الواحد مجموع الوحدات هذه ان مرة، واش قلنا هي هي العدد في ان زائد واحد، معناها ان زائد واحد في واحد، نجبدو ناقص ثلاثة عامل مشترك، واش يبقى لداخل واحد على في زيرو زائد واحد على في ان زائد واحد على في ان، هذا حسبنا هذا المجموع قبيل تاع واحد على هذه المقلوبات هو الان ان، من هذا نقدرو نحوه نديرو هو الان، اوكي نعوض الان بما يساويها. ايه ملاحظه دركي راه ما يجوش كامل هاد المجامع في تمرين واحد، معناها كما راني درت هنا دركي ناقص 3 الان، معناها اذا ما كانش عندك الان من قبل معناها ماكش حاسبه من قبل، تعاود تحسبه بطريقه نفسها اللي حسبنا بها الان قبل، مفهومه؟ معناها نعاودو نحسبو واحد على في زيرو زائد واحد على في ان زائد حتى الواحد على في ان، نعاودو نحسبوها عادي بنفس الطريقه اللي حسبنا بها الان. اوكي كاين واحد الملاحظه نقولها، واش هي انه كاين مجاميع في الدوال مش في المتتاليات، يجيك مجموع في التمرين تاع الدوال، مثلا ليسونسيال تمرين داله مشتقات للتغير، المهم عندنا مثلا داله ولا مشتقه ما يهمش، المهم اف اكس تساوي لوغاريتم اكس، هذه راه داله ولا مشتقه ولا دابا راسها واش كانت. اوكي كون عندنا المجموع بهذا الشكل اف في 1440 على 1441 زائد اف 1441 1442 زائد اف
2018 ل 2019. أوكي، أول خطوة شو كنت ندير؟ نعوض حدود ما يساويهم 1440 ل 1440 ل 1441. اف لألف، وهذا اف لهذا الكسر، واش هي؟ نعوضوا معناها الاكس بهذاك الكسر، معناها لوغاريتم الكسر، معناها هذه اللي ودرها لوغاريتم 1440 ل 1441 زائد لوغاريتم الكسر هذا زائد لوغاريتم هذا الكسر الاخير اللي هو 2018 ل 2019. اوكي، خواص اللوغاريتم درك هي هدرو. عندنا طريقتين تاع ينفرقوا تاع هذه، تاع انه لوغاريتم ا على بي، واش هي لوغاريتم ا ناقص لوغاريتم بي. والله نخدموا بهذه تاع انه لوغاريتم ا زائد لوغاريتم بي هي لوغاريتم ا في البي. انا نخدم بالزاويه خير. اوكي، درك واش معناها هذه؟ هاد الهضره واش معناها؟ انه لوغاريتم الجداء، لوغاريتم ا زائد لوغاريتم بي هي لوغاريتم ا في البي. اوكي، كي يكونوا ياسر ثاني معناها قاع نضربوهم، معناها 1440 على 1441 ضرب 1441 في 1442 ضرب 2018 على 2019. اوكي، دركي يصرالنا اختزال 1441 مع 1440 1442 راه كاينه 1442 هنا الحد اللي بعد دركي هاد 2000 منها اللي تروح 2018 2019 الحد اللي قبل هذا وينه؟ هو 2017 ل 2018 2018 راحت مع 2018 2017 راحت مع اللي قبله، واش معناها؟ واش بقى لوغاريتم 1440 ل 2019 هذا يا مجموع، بصح ماهوش في المتتاليات في الدواء. اوكي، المهم راح يحبس الفيديو هنايا، مجاميع الضوء. ان شاء الله تفهموهم والطريقه يعني هذه مضمونه ان شاء الله. يكفي ان الواحد يكون يلاحظ برك. واش نقول لكم؟ الى اللقاء.